يلا بينا. يلا بينا. ده انت ترند مصر كلها. ده نفس ما اتفرج على صورك على السوشيال ميديا. وكله تمام ولا انزل اجيب لك ستة كبيرة؟ يلا عارفه. لكن في باطنه يحمل الكسر من الامور. عشان احنا التقدير خسرنا كتير. انت فعلا جامده. يا حلاوه امك. انت هتيجي معايا لو بتملطه كده؟ قمر يلا بينا. يا نهاركم اسود خيالك. كمان انا مستحمله قرفه، مستحمله قرفه وكمان خيالك. ابو رجاء ما انت ركز معانا بقى، بيوتنا بتتخرب، ركز معانا. بنت يا هند، بنت يا هند، ابوك وامي كمان، ابوك وامي، بنت يا هند فوق يا بنت. ده انا هنفخك. خد راحتكم. انت مش عارف مين دي؟ طلع معتقدين انكم مشاهير يعني. يا وحيد والله العظيم ما لقيت طرح شعر متقطع ولا ترميم ولا مش عايز اعمل حاجه. معديه تحت بلكونه وعيل صغير. اي ترميم يا وحيد؟ انا تعبت. ايوه ما كل شعر بقى يا استاذ اعمل ايه؟ لا ما تعملش. شوف انت، شوف حالي، انا جاي لك عشان انت تشوف لي حالي. انت بص على موسى، تعالوا شوفوا الجاموسة. افتح الطريق يا ابني عشان الصاروخ داخل. ويلا ضل يا عروسة النيل، يا حتة من السما. حط عليا كلام على المواقع. افتح الطريق يا ابني عشان الصاروخ داخل. يبقى دوسي على الاحقاد واطلعي يا ملكة. انا غني، انا غني. ايه التصليح اللي انت فيه ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيكم كلكم. فلوسي كلها فين؟ ايوه ايوه، فين ال 20 جنيه اللي عليك يا ميمي؟ انا لما بنام على صدرك يا هيام بحس ان انا نايم على سرير بدورين. لا الف سلام عليكي. كلمة يا ريت عمرها ما كانت بتعمر بيت. ايه يا راسة البورس اللي انت بترقصها دي؟ انت بتبيع جبنة يا بقال؟ ملهلبة. كن حمارا تعيش سعيدا. لا بلاش النجلة دي معايا، هموت. فهمت حاجة يا اولاد؟ يا اولاد اضرب على زلة الشهر، شفتها مرة في الجنة بس كسبت الصراحة. انا مش مصدق اللي بيحصل ده، انا اكيد بحلم. بحلم اسمع منا حمو الكلام نفهمه، بنزل واحدة جديدة طول الليل تسهر. الحلاوة دي مش بتاعتنا، بتاعت ربنا. يلا خليل امشي وقابل بيتي داي كله فرقة تحت رجلي. صاروخ ده انت بنت جحده. لما تروح هترم عليا وانا هعمل عدم الاذعان. فرصه قوتك.
واجب معمول عند خطاطة. انا جيت في وقلت لي مالك ولا شفت ايه اللي وجعني. ما اقدرش الفظ. ايوه طلب يعني ممكن ازعل. محتار مش عارف اعمل ايه. ده انا بدور عليك من اول عم ناول. عملنا العجب وسكتنا بحب وانا لكن تحت الطلب لو حد. قولي لي بس انت عاوز ايه بالظبط؟ انا جاي في كلام على اي خرطه اسرع في سلف عرضه. امال لما تتجوزي هتلبسي له ايه؟ امينه مساء الخير. مساء الخير على اوسخ بيت في الحي كله. يا بنت ارجعي يا بنت. يا بنت ارجعي. عارفة؟ دي طلع لها شعر في صدرها يا واد. على فكرة يا جماعة بصي ايه قوي. شاشة حسبتها بايظة وطلع العيب من الفيشة. اسلوبي عارفينه كلكم شايفينه على وضعي ما بتغيرش. ما هو اللي يشوفك لازم يكون يومه حلو يعني. أنا محجبة؟ مين قالك إن أنا مش محجبة؟ لا المحجبة اللي هو زي ما الناس بتقول هو غطاء الرأس. قصدك لبس الشغل؟ قصدي لبس الشغل. يا سلام يا سلام. يعني حاجه صغنونه كده اموره ملبن. انت فوت دماغي وحطك عليا طول كسر بدل سلمي. تعالى جامده قوي. جنبك مش هتعبك والمكان هيعجبك. انا سخنت جامد. ها خليك جنبي. لو كنت كاتبك يا عمري ما كنت هكسب. بتعمل زي دينا لا مؤاخذة يا بيه. وباي وسلام. خد بالك والله ده كل ده كلام فاضي. توتا 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 ولا تخلص الحدوتة. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا واعجابك بها